دار كود سونج جينو، ومش هقول اسمه تاني عشان انا اقسم بالله بقالي 10 دقايق بحاول اقول اسمه. سونج جينو يعتبر واحد من اقوى شخصيات ان لم يكن اقواهم. ازاي الموضوع ده؟ تعال نشرح قوته. مقدما كده معلم، جينو مش هيحارب لوحده، بما انه مش تحضر ارواح فاي حد بيقتله بيحوله لجندي ظل مطيع ليه. تعال كده نتخيل انه قدر يقتل جوكو، تخيل كده العالم ممكن يحصل له ايه. بس ده قشره من قوته اصلا. جينو عنده القدره انه يفتح بوابات تقدر تبلع ملايين الاشخاص في ثواني، غير انه قادر على الاختفاء وقادر على اخفاء وجوده. ومش كده وبس، عارف عدد جيش الظلال بتاع جينو كام؟ تقريبا 10 مليون مقاتل، وقادر انه يخليهم يحضروا في المعركه في اي وقت، والجنرالات من جيشه على مستوى قوه اله الدمار. فاكر لما قلت لك انه لو قتل جوكو ممكن يضمه للجيش بتاعه؟ ايه هي الحاجات اللي ممكن تقتل جوكو؟ السموم واللعنات. الحاجات دي ما بتاثرش على جينو، وده لانه اوريدي عنده تقنيه ازاله سموم بتنقي جسمه من اي سم. وغير كده كمان، بما انه ملك الظلام فجينو خالد ما ينفعش يموت بطرق الموت العاديه، وقادر كمان على تخطي الوقت، بمعنى انه مش بيعجز وقادر يخلي جسمه في اي مرحله من العمر هو عايزها. بس كل ده ولا الهوى قصاد قدره جينو اللي بالنسبه لي فعلا مرعبه. جينو قادر على التلاعب بالواقع وتغيير اي حاجه هو عايزها، غير سرعه جينو اللي اسرع من سرعه الضوء وقدرته الكبيره جدا على التحمل. في معركته مع شخصيات استحاله ان انا اقول اسمهم لاني مش فاكره اصلا، غير ان نطقهم صعب. المهم، خد ضربه في المعركه دي، بيتقال ان الضربه دي قادره على محو وجود الكون. جينو خد الضربه وسببت له جرح بسيط مش اكتر. فبعد الحنكه اللي ملهاش لازمه دي كلها اللي انا قلتها، ايه اللي ممكن يعمله جينو؟ بص يا معلم، جينو هو شخص منيع بشكل كامل، ملوش نقطه عيب واحده تقدر تقول انه ممكن تكسبه منها. واه ممكن يكسب سايتاما وجوكو عادي.